أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج على طاولة الحوار. ما هي آخر مستجدات فيروس كورونا في محافظة نينوى؟ هل هناك متابعة من قبل دائرة صحة نينوى الحالات الطارئة في المحافظة؟ هل هناك مراقبة للمنافذ الحدودية؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى مشاهدينا الأعزاء سنناقشها مع ضيف الحلقة. رحبوا معي ب الدكتور محمد اسماعيل خليل، مدير قسم الصحة العامة في دار الصحة نينوى. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم دكتور محمد. ما هي آخر مستجدات فيروس كورونا في المحافظة؟ نعم، لحد اللحظة. تمام، لحد الآن طبعا احنا اليوم السبت، نعم، حتى السادة المشاهدين يعرفون التاريخ. الحالات اللي لحد الآن عندنا حالة واحدة فقط لمعتمر مثل ما وسائل الإعلام عرفت بهذا الموضوع. الموصل سجلت حالة واحدة فقط حاليا موجبة مثبتة بمصاب بمرض الكورونا. نعم. طبعا لموضوع المعتمرين، حديث الشارع الآن وحديث الساعة. نعم. عندكم معلومة عن كيفية دخولهم إلى المحافظة؟ نعم، أولا المعتمرين عددهم 60 طبعا اللي دخلوا. نعم. ما كان عندنا أي معلومات أنه راح يدخلون، يعني هم تقريبا وصلوا السيطرة وبلغوني أنا شخصيا، أنا ما أعرف إذا بلغوا غير شخص، ما أعرف، أنا بلغوني شخصيا أنه معتمرين دخلوا السيطرة، فبلغت المفارز مالتنا أنه يقومون. يعني ما نسقوا وياكم؟ لا لا أبدا، ما أكو تنسيق، دخلوا يعني رأسا بنفس اليوم نفس الساعة، ويجوز يعني أتصور المحافظة من نفس الشيء ما كانوا يعرفون بالموضوع، وإلا كان بلغونا يعني. نعم. فتصور هذا الوقت السريع الدخول، انه اضطرينا نخليهم بالجامع الرشيد مقابل في حي الوحده مقابل المستشفى السلام. نعم. المعتمرين 60 واحد من دخلوا راسا اخذنا لهم نماذج لفحص الدم. نعم. وارسلناها الى بغداد، بعد يوم ظهرت النتائج انه 59 منهم سالبه، واحد فقط حاله موجبه. نعم. يعني يقال انه هو مو ضمن وفد المعتمرين كان، وكيف يعني حكيتوا وياه؟ نعم. واخذتوا معلومات؟ نعم، انا تكلمت وياه بالموبايل عن طريق احد الاطباء، قلت له اريد احكي وياه، فانطال موبايل وحكى وياي بالموبايل. فانا سالته، الشخص ما كان وياهم يعني، كان هو يعمل بالسعوديه. نعم. قال لي من 2012 انا اعمل بالسعوديه، يعمل بالسعوديه، هو ما اعرف شنو طبيعه العمل بالسعوديه. فمن انحجروا يعني توقف العمل بالفنادق بالسعودية، توقفت العمرة، توقف الحج، فبين هو موجود. نعم. فالمصاب هو يعني، هذا حتى يعرفوه السادة المشاهدين، هو من السعودية مصاب مشخص. نعم. مشخص حالة موجبة، وتم في السعودية فقط مراقبته، عزلوه في فندق، الفندق اللي عزلوه مو هي المعتمرين اللي موجودين، فندق آخر للحالات المصابة. نعم. معزول، وما اتخذوا اجراء علاجي، لان هو حالته خلينا نقول الحالات البسيطه العفو اللي ما تستوجب علاج، بقوا الفتره اللي 14 يوم وضع صحي جيد اخرجوه. فمن اجى من السعوديه هو الرجل عنده، انا التقيت حكيت وياه قال لي انا عندي فيزا حره يعني مو ويا المعتمرين. نعم. التقى بهم مطار اربيل. نعم. في مطار اربيل تم دمجهم، وهنا اكو خطا كبير، المفروض من السلطات في مطار اربيل اي وافد مطار، نعم، اي وافد ياتي يتم حجره في حددوا فندق، وتصور فندق سيروان في اربيل. نعم. حجره 14 يوم. نعم. وبعدها يدخل الى المدينه اللي هو قاصدها. نعم. فكان هذا الاجدر بالاجراء المفروض يكون. انا ما اعرف ايش هذا يعني، انا اتساءل ويا حضرتك وسؤال للسادة المشاهدين، انه المفروض يحجرون، هذا رقم واحد. نعم. بعد ما يحجر 14 يوم ينطوه شهادة صحية من أربيل ويدخل لنا، أوكي احنا بهاي الحالة نكون مستعدين. نعم، رغم هاي الإجراءات أيضا احنا راح نتخذ إجراءات ثانية. نعم. اللي هي حجر المنزلي ومتابعتهم، لكن هذا الشيء ما صار. هو أيضا أخفى المعلومة عليكم من نعم نعم هو. نعم. مصاب ويعرف أنه مصاب، وكان يرتدي من بين البقية، يعني البقية ما كانوا يرتدون الكفوف والكمامات، هو كان يرتدي الكفوف والكمامات. نعم. وكان عازل نفسه عن المعتمرين، وحتى من أحد كوادرنا الطبية سألوهم ليش من يجون أخذوا معلومات منهم، وين السكن، الاسم، الموبايل، فسألوه شافوه معزول، فسألوه ليش، سألوا البقية المعتمرين ليش إنه معزول، فيعني هم كان استنتاجهم إنه هو مو يعني مو ويا القافلة، فما يعرف احد، فاكيد انه ينعزل انه خجلا. نعم. فهو الرجل امانه يعني عزل نفسه بالجامع، عزل نفسه
ما خلط احد يعني، كان لابس الكمامه وكان لابس الكفوف. يعني هو دائما المواطنين الكثيرين يتساءلون يعني كيف 60 واحد ويا شخص وهو مصاب وما اداهم يعني. طبعا احنا ارسلنا النماذج، هو بقى وياهم يوم بالجامع، لو اداهم كان ظهرت النتيجه. نعم. بما انه النتيجه سالبه اجت، فالاجراء هو كالاتي: بما انه النتيجه سالبه الاجراء، طبعا احنا على فكره ما نتخذ اي اجراء اذا ما نبلغ الوزاره. نعم. حتى يكون الاجراء مالتنا رسمي. فبلغنا الوزاره، الوزاره قالوا تمشون على بروتوكول. البروتوكول هو كالاتي: في حاله ارسلنا شخص مشتبه به او شخص ملامس، نقطتين، الملامس يعني شخص مريض بقى ويا فتره طويله. نعم. فهم تنطبق عليهم الاثنين، مشتبه به وملامس. اذا ظهرت نتيجه فحص الدم اللي يسموه البي سي ار سالبه، يتم حجرهم في منازلهم لمده 14 يوم. فاحنا اتخذنا الاجراء هذا، حجرناهم منازلهم، يعني مستمر الحجر مالتهم، وان شاء الله بعد يعني ان شاء الله يوم الاثنين راح اخذ لهم فحص ثاني تاكيدي. الجميع الملامسين اللي عددهم 59 متابعين وضعهم الصحي في البيت يعني. نعم نعم، احنا عندنا الحجر المنزلي يتم عن طريق ثلاث محاور: المحور الاول هو المفرزه الطبيه، المحور الثاني هو مركز الشرطه، المحور الثالث هو المختار. فتم تبليغهم هاي المحاور الثلاثه ومستمر مراقبتهم المنزلي. فيعني انا اشوف المنزلي افضل. ليش افضل المنزلي؟ لان تعالت الاصوات انه شلون. طيب انت قبل ما يتعالى صوتك وطالب بحجر، احنا لا توجد لدينا اماكن حجر، يعني اماكن حجر نظاميه. تريد نظامي، النظامي هو يكون غرفه معزوله. شنو الفائده اني اذا اعزلهم بجامع، اذا واحد عطس البقيه كلهم انصابوا، شنو الجدوى منها؟ بينما إذا أعزل في البيت راح يخاف على ابنه، راح يخاف على أخته، راح يخاف على زوجته، هو راح يبادر بهذا الشيء. نعم. إضافة إلى مفارزنا موجودة ومراكز الشرطة أيضا عناصرهم ما قصروا، موجودين يتابعوا، يمنع من خروج المنزل، ارتداء الكمامة، ارتداء الكفوف، تهوية المنزل، غسل المنزل، استخدام الأطباق الديسبوسبل اللي تستخدم لمرة واحدة. نعم. وإذا ظهرت الأعراض اللي هي يعرف يعني وجهناهم إحنا بيها، حرارة أو ضيق بالتنفس أو سعال جاف أو نحول عام، يبلغ بيها المفرزة الطبية اللي يزورهم مرتين باليوم صباحية ومسائية، يبلغهم ومفرزتنا تقوم بجلب سيارة الإسعاف ونقله إلى المستشفى. كيف راح تحاملون مع المصاب؟ نعم، المصاب حال ما عرفنا أنه مصاب رأساً بعثنا سيارة إسعاف. نعم. أخذوه إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج في نفس اللحظة. نعم. نعم. سيتم مثلا إعادة الفحص له بعد كم يوم؟ نعم، الفحص اليوم بعثنا، اليوم تظهر النتيجة. نعم نعم، الفحص ليش بعثنا الفحص؟ والمفروض ما نبعث، المفروض يبقى يمنا 5 أيام إلى أسبوع ونبعث الفحص. يعني بس احنا من أعراض معينة؟ بالضبط، احنا بعثنا الفحص لأن ما عنده أي أعراض يعني. نعم. الرجل أنا حكيت معاه بالموبايل يعني كبير بالعمر، عمره 63 سنة. نعم. لا ضيق بالتنفس ولا حرارة ولا سعال ولا أي مشكلة أكو. فمثل الحالات اللي عادة تكون موجبة يعني 80%. نعم. من الحالات تكون بدون أعراض. فإحنا نتوقع أن تكون هاي في حالة، بما أنه السعودية حجزوه. نعم. أن تكون في حالات الريكفري ستيج نسميها، أو حالات الاستشفاء. نعم. فحالات الاستشفاء ما تكون معدية، فحتى نتأكد من هذا الكلام بعثنا. نعم. الفحص، واليوم إن شاء الله تظهر. نعم. النتيجة إن شاء الله، نتمنى له الشفاء إن شاء الله، ويعود تعود المحافظة بيضاء. نعم. كما كانت. لازلنا في موضوع الحجر، تتابعون حالات المشتبهين في داخل الحجر في محافظة نينوى وكيف الوضعية؟ نعم، الحجر عندنا بمستشفى السلام 60 سرير، عندنا. نعم. في المنصور الأقسام الداخلية اللي موجودة في المنصور أيضا 60 سرير. نعم. عندنا في برطلة تبرع أحد الأشخاص بها، بناية موجودة ممكن نستقبل 40 شخص بها. نعم. هذه أماكن حجر للثلاثة الموجودة. لكن هل هي نظامية؟ لا، مو نظامية، لأن قلت لك الحجر لازم يكون فندقي، يكون غرفة يعني معزولة. في مستشفى السلام غير نظامي؟ طبعا أكيد غير نظامي. نعم. نعم. يعني هذا إذا أحد مصاب بهم مو راح يعدي الآخر؟ طبعا، لأن الحمامات والمغاسل مشتركة، لكن هو أفضل من لا شيء يعني. ممكن. نعم. أنه إحنا بدنا نتخذ إجراءات صحيحة على فكرة. هذا يعني حتى أكون صريح وياك، هذا الإجراء بجميع محافظات العراق، يعني ماكو نظامي بالعراق إلا في أربيل في الفندق. تعرف إذا نحجز فندق. نعم. تكون أفضل أنه غرفة بحد يستخدم المغاسل والمرافق معزولة، هو هذا الحجر اللي ممكن نستخدمه. وإضافة أخرى أنه بالعالم يعني حتى يعرفون أخوان المشاهدين، لأن حتى هذا موجود عند قسم من الأطباء، ما أعرف هو
يعني قلة معلومات أو ما متابعين بالعالم حاليا، حتى الشخص المصاب يعالج منزليا. إلا إذا احتاج إلى تدخل إنه ضاق تنفسه ويحتاج إلى جهاز التنفس الاصطناعي اللي نسميه فنتيليتر، ذاك الوقت ممكن ينقل المستشفى. ولا ما معقولة أنت كل مصاب عندك اسم بإسبانيا بأوروبا آلافات، يعني شنو يسوي بالمستشفى؟ يعني هسه حتى المصاب مالنا اللي احنا دخلناه شنو اللي يسوي بالمستشفى؟ علاج نقدر نعطي علاج ونقدر، لكن قلة الوعي لدى المرضى، واحنا احتمال انه ما يلتزم واردة. اكيد ما يلتزم. ايه واكيد ما يلتزم مثل ما تفضلت حضرتك. وبما انه الأسرة عندنا فارغة، فشنو الضير انه يبقى يمنا نستضافه بالمستشفى تحت عيوننا الى ان تظهر النتيجة. اذا ظهرت سالبة نسوي له فحص ثاني ايضا سالب، خلص يروح للبيت. زين المستشفى الكرباني اذا ما تم يعني اكماله راح يكون حجر صحي نظامي بي. نعم، المستشفى الجهود مشكورة من السادة النواب اللي صار باليارمجة الموجود، أنا زرته أكثر من مرة مع السيد المدير عام ومع السيد معاون المدير العام للأمور الفنية. مستشفى جيد جدا، لكن ليس للحجر، هذا مستشفى للعزل. يعني نعم للعزل، أنه الحالات اللي مشتبه بها ممكن نخليها هناك، أو الحالات الموجبة ممكن أنه نخليها بهذا المكان. يعني راح نستفاد الحجر ما بالضبط. إحنا مشكلتنا بالعراق عامة الحجر، لذلك بغداد بقية محافظات كلها يستخدمون الحجر المنزلي. وفي كتب رسمية صادرة من خلية الأزمة بتوقيع السيد وزير الصحة أنه الحجر يكون منزلي بالنسبة للحالات المشتبه بها بداخل القطر. الحالات الوافدين اللي هم الوافدين أكو فئتين، الفئة اللي جاية من مناطق نسبة الإصابة أقل من 500 شخص بالمليون، يعني إذا نجيب عدد تعدادهم مش قد 10 ملايين، أقل من 500 هذه يسموها فئة أي. فئة بي إذا أكثر من 500 هو جاي من السعودية، السعودية إصاباتهم أقل من 500 فيعامل منزليا. فالسعودية تعاملوا معه صحيح، لكن اللي عيب اللي عليهم أنه لم يبلغ غادر يعني. بالضبط، المفروض لم يغادر أو في حالة مغادرة تزويده بشهادة صحية. أو على الأقل إعلام السفير العراقي اللي موجود بالسعودية، وعن طريقه ممكن يعلمنا. يعني أنا هسه من استقبلتهم وبعثت فريقي من قسم الصحة العامة ومن القطاع الأيسر ودخلوا ولامسوهم. طيب هذول عندهم عوائل، هذول بذنب منه إذا لا سمح الله أنصابوا؟ يعني هو الرجل ما يحكي، خلص إحنا انتهينا منه أخفاها، لأن أكو جهل عند العالم يعتبرها هي استيغما ويعتبرها عيب. هي مو عيب، هو مرض، يعني هو حاله حال انفلونزا التهاب قصبات. أكثر من 100 عراقي أعتقد الآن مصابين في دول العالم، أكثر من 100 إلى 150. نعم. زين هذول بهالحالة إحنا راح نفتح لهم الطريق، هذول هم راح يجون ويجيبون المرض. طبعا يجون وما نعرف بهم يعني. نعم. جزء طبعا للعلم إحنا اللي راح يجيك يقول لك أنا ما مصاب. طيب أنت شلون تعرف الخلفية؟ شلون تعرف إنه هذا مصاب أو لا؟ لازم أكو تعاون دبلوماسي. أكيد نعم. لازم يتحركون السادة السفراء بالدول اللي راح يجون بهم، يعني هم مو بس يبعثون وافدين، استقبلوهم هم أهلنا وأخوتنا وأبنائنا، نستقبلهم واجبنا هذا، وهذا وطنهم. نعم. بأي وقت نستقبلهم، لكن غير نحمي الموجودين. نعم. مو استقبال يصير عشوائي وكن فيكون بحالة آنية رأسا جواكم استقبلوهم، ماكو هيك سياق بالعالم كله. نعم. يعني فعلا. لازم أكو إجراءات مسبقة. يعني مطار بغداد، بغداد اعتذروا عن الحجر، يقولوا ما عندنا امكانيه. طيب اذا انتم عاصمه واذا انتم الحكومه المركزيه ما عندكم امكانيه تجون على الموصل، عندهم امكانيه. الموصل طالع من حرب وطالع بنيه تحتيه، ما عندنا مستشفياتنا كلها كهربانيه. يعني شو تريدون منا؟ وين نحجرهم؟ يعني ناجرهم فندق خمس نجوم؟ اصلا بالموصل ماكو هذا الفندق، اكو فندق واحد ويسمعني هو صاحب الفندق. اول يوم قال لنا اوكي تعالوا، حتى جبنا المفارس. ثاني يوم قلب بالكلام، اتنازل، قال لاسباب طبعا ساذجه، يقول أهل المنطقة ما يقبلون. لا والله الموصل متعاونين ويقبلون، بس أنا ما أعرف شنو الأسباب اللي دعته أنه يتخلى، اللي هو فندق قصر نينوى. قصر نينوى اللي بالقرب جامع هي بخاتون، مكان نظامي بأسرة موجودة معزولة كان يفيد. وحتى أنا قلت لهم التحفير علي، يعني أنت حتى وهذا حقك تخاف على الفندق مالتك، من تنتهي الأزمة أعفر لك إياه لمدة أسبوع. هو التعفير ثلاثة أيام يكفي، لكن أنا أعفر لك أسبوع بحيث حتى أسوي لك مسحات، إذا طلع فيروس واحد عاتبني أرجع لك إياه مثل قبل وأحسن. لكن هي حرب، المفروض الكل تتعاون. يعني محافظات تبرعوا يعني بفنادق، يعني عماد محمد لاعب المنتخب. نعم نعم، في كربلاء عنده فندق تبرع به. صح يعني صح يعني هالظرف، يعني لابد أن نتكاتف، لابد أن
نقف الى جانب المواساه خاصه احنا محافظه منكوبه. طبعا طبعا يعني البارحه في اربيل 40 مليون تبرعوا الاثرياء، اثرياء اربيل تبرعوا للناس الفقراء. نعم. وهذا التكافل اكيد. نعم. يعني مو تكافل يجي اذا الكيلو ب 1000 يسوي ب 1500 والله ماكو، اذا الكمامه بربع يسوي ليها ب 1000. نعم. وهذا التعاون اكيد. نعود للمنافذ الحدودية. نعم. المنافذ، هل لا زالت المنافذ الحدودية تعمل بشكل جيد والمفارز الطبية موجودة، وهل هناك خروقات؟ نعم، المفارز اللي موجودة رئيسية أصبحت هي كالآتي: سيطرة العقرب. نعم. اللي هي من المنطقة الجنوبية جنوب الموصل، وسيطرة الشهيد سبهان من أربيل. نعم. وسيطرة السد من دهوك، وسيطرة بوابة الشام من المنطقة الغربية. هذول السيطرات موجودة. سيطرة مخمور سديناها لأن جانب الإقليم أصلا سدها، يعني ما يسمح بدخول، فماكو داعي أنه موجودة. حولناها إلى سيطرة دوميز. لأن أكو، ليش حولناها سيطرة دوميز؟ لأن أكو متسللين يعني يجي من قيارة يعبر النهر ويدخل على أنه ماكو مفرزة، فخلينا هناك مفرزة موجودة. سألت حضرتك أكو خروقات؟ إيه نعم أكو خروقات، وتم تبليغ بها سيد المحافظ. سيد المحافظ زعج جدا من هذه الخروقات، وحتى يعني تدخل بعنف بهذا الموضوع، وإجراءه صحيح 100% أنه ممنوع أنه أي شخص يدخل دون الفحص ودون علم المفرزة الطبية. يعني مرات تصير خروقات، يدخلون أشخاص، شلون نعرف إحنا يدخلون؟ يجون يخابروني أو يبعثوا لي مسج أنه شخص الفلاني، الناس تبلغ طبعا. نعم. بالمنطقة الفلانية أجي وصارت مع شخص جاي أتصور من ألمانيا، والمانيا من الدول الموبوءه. نعم. الجيران بلغوا عليه، رحنا اخذنا هذا الشخص وديناه للمستشفى، اخذنا نموذج مال دم، بعد يومين طلعت النتيجه سالبه، قلنا له روح للبيت انتهى الموضوع. لو هو جايب الاجراء الصحيح. نعم. ما كان اكو مشكله اكيد. ايه، فقام دخل بطرق، يعني قلت لك اكو ضغوطات، اكو ضغوطات، اكو خرق يصير. نعم. زي المفارز الطبيه تؤدون دورهم بشكل جيد. مفارزنا ممتازه جدا وتؤدي دورها، وما يسمحون لاي شخص بالعبور، واي شخص اذا عبر بطريقه غير رسميه. نعم. راسا يبلغوني، وانا ابلغ بها السيد المحافظ، والرجل يتخذ اجراء اني وقتي يعني. جيد. نفس الوقت. نعم. شاهدنا هذا فاصل، ومن ثم نعود اليكم مره اخرى. اهلا بكم من جديد، ورحب مره اخرى بالدكتور محمد اسماعيل خليل، مدير قسم الصحه العامه في دار الصحه المدنيه. اهلا وسهلا بك دكتور مره اخرى. دكتور، كنا نتحدث عن المفارز الطبيه والعامله في المنافذ، عملهم كان جيد مثل ما تفضلت، هناك خروقات. نتحدث عن الوافدين، تم تاجيل موضوع الوافدين يوم أمس بقرار من خلية الأزمة، يعني أو تم طرح بالبداية الاستمارة، ومن ثم عاودتم أجلتم الموضوع، ما أسباب ذلك؟ نعم، بالحقيقة خلية الأزمة الرئيسية طبعاً خلية الأزمة الصحية. نعم. إحنا رأينا أنطينا رسمي إنه إحنا ضد دخول العالقين. نعم. الوافدين لا، ليش؟ لأن الوافدين رئاسة الوزراء سمحت بدخول الوافدين. الوافد شنو والعالق شنو؟ الوافد اللي جاء من خارج القطر. نعم. نطبق عليه هاي التعليمات. إذا الدول اللي أقل، بس إحنا هاي حتى لغيناها، ماكو دول أقل، الكل تجي للحجر. نعم. نأخذ لهم فحص، الفحص للأسف لحد الآن ماكو، ورح نتطرق له إن شاء الله. نعم. لبغداد يبقى نستضيفهم يمنا بالحجر إلى أن تظهر النتيجة سالبة، يروح للبيت خلاص، موجب لا سمح الله يدخل يتعالج. هذول الوافدين اللي جايين من خارج القطر. نعم. هذا السلطات المركزية سمحت لهم بالدخول، فاحنا نستجيب لهم. بالنسبة اجتماعنا كان على العالقين اللي هم من أهل الموصل وموجودين في محافظات المختلفة من بغداد، أربيل، دهوك والباقل. كان في النية من خلية الأزمة الرئيسية أنه يدخلون من، حددوا أيام من أربيل ومن دهوك ومن بغداد. احنا احتجينا على هذا الشيء ورفضنا لسبب بسيط، أنه ضعف إمكانياتنا. يعني تصور أنه تقريبا 3000 الى 5000 عائله بس سجلوا انه يريدون يدخلون. طيب هذول شلون نحجرهم؟ وين نخليهم؟ وبالاخص يعني هسه خلي ناخذ مثال اربيل. اربيل 7 إلى 9 مناطق سجلوا اصابات عاليه، ما نقدر ندخلهم بهيك شيء. من يضمن هذول ما مصابين؟ ما نقدر. فاعتذرنا بسبب اماكن حجر محدوده، اعتذرنا هسه، طلبنا عن البحر
اتصلت مع سيد المحافظ واستجاب لي الرجل مشكورا. هذا الرجل يعني انا اسميه بطل الموصل، راسا استجاب فطلب اجتماع طارئ البارحه سويناه، وقال انتم القاده بهاي المعركه، فانتم رايكم. فانا انطيت رايي، قلت له راينا يبقى نفس الراي القديم انه تؤجل حاليا اذا لاهلنا العالقين ناجلهم الى حين ترتيب امورنا، اللي هي شنو؟ انه وعدونا باماكن حجر ان شاء الله تكون موجوده، وعدونا ايضا في كتات اللي هي محاليل، حتى يعرفون شنو كلمه كتات، هي محاليل الفحص للبي سي ار، عندنا جهازين حرامات يعني موجودين وما يشتغلون، وعدونا بها خيرا انه هاي الاسبوع تتوفر، فاذا توفرت انا اقدر ما احجره راسا، اسوي له فحص ساعتين تطلع النتيجه وتبين. ثالثا عندنا هسه عمل ويا اخواننا المعتمرين اللي 59 متابعتهم، فراح دخولهم يربك فرقنا، ما يعني فرقنا قليله ما راح تتوجه الى العزل، الى متابعه العزل المنزلي لو متابعه العالقين الداخلين صعب تكون، فخلي نحل حل. وعلى فكره هذا الاسبوع تنتهي، نعم الاستماره مستمره للتسجيل، لكن كدخول يعني احنا أجلنا إلى إشعار آخر. راح تسوون قاعدة بيانات؟ أكيد بالتأكيد إحنا نأخذ قاعدة بيانات حتى نعرف كم معايا. أنت هسه من يجيك شخص غير تعرف إيش قد جايين، مثلا أنت عندك تسوي لي ما تسوي، غير تعرف كم شخص حتى تحسب حسابك. يعني كانت لكم تصريحات متضاربة نوعا ما، البعض قال أنه فقط رب الأسرة راح يكون بالحجر والنساء حجر منزلي، الآن يمكن الأمر أيضا تغير. لا لا شوف، هو إحنا نمشي على الطريقة الصحيحة، الطريقة الصحيحة هو حجر الجميع. نعم. لكن مثل ما قلت لك يعني إحنا غيرتنا ما تقبل إنه نحجر نساء ورجال سوى، أكيد ما نقبل، هم أهلنا وما نقبل، يعني إحنا نتحمل. هم عوائل أكثر شيء، هم عوائل، العائلة بنفسها تنحجر في منزلها. نعم. حجر منزلي، لكن قبل هذا ما يحتاج لهم فحوصات؟ أكيد. نعم. طيب إذا تجيني 5000 عائلة زين، أنا يعني حتى بأمريكا ما يقدرون على هاي الإمكانية، أنا إمكانيتي محدودة ما أقدر على هاي. ممكن نقسمهم إلى وجبات، نقدر، ممكن إحنا عدينا خطة محكمة عن طريق الاستمارة ممكن. طبعاً عن طريق الاستمارة نقول من شلون يقدمون للجوازات، نفس الشيء نقول من الاستمارة رقم 1 إلى الاستمارة رقم 100 مثلاً، تسلسلات. أستقبل أنا 100 عائلة، راح يعرفون هذول العائلة ليش يجون ويبقون بخيمة وتبدا نداءاتهم وبقينا والاقليم ما يقبل يرجعهم، ليش هيك؟ خلي تصير شغله مرتبه، خلي تصير شغله نظاميه، هم هم اهلنا، احنا ما نقبل يتبهدلون. اكيد هم ايضا دا يعانون يعني. طبعا هو ليش يريد يرجع؟ نعم. يعني يجوز هم احنا وياهم ظروفهم كلها مقدرها والله. نعم. بس احنا الامكانيه حاليا ما نقدر. ممكن يصبرون علينا، يعني احنا خلال هذا الاسبوع ان شاء الله والاسبوع القادم انا ما اريد انطيهم موعد لان ملزم به. نعم. بس حتى احكي وياك بشفافيه، يعني ما اعرف يجوز اسبوع اسبوعين، ما اعرف صراحه بالضبط ايش وقت ممكن نقدر نستقبلهم. نعم. دكتور، بعد دعم دائرة الصحة نينوى بمبلغ 2.5 مليار، يعني ما هي أهم الخطوات اللي قامت بها دائرة الصحة؟ نعم، تم دعم، الكلام هذا صحيح، طبعا الدعم هو لمكافحة مرض الكورونا. نعم. تم تقسيمه إلى 3 أجزاء، اللي هي شراء الأدوية، شراء الأجهزة الطبية، وشراء المستلزمات الطبية. نعم. تم تشكيل لجنة الشراء المركزية في دائرة صحة نينوى. احنا بالنسبة لنا كقسم انطيناهم احتياجاتنا، شنو اللي نحتاج من عدة الوقاية، من الأجهزة اللي نحتاجها والمستلزمات اللي نحتاجها حتى نقي منتسبينا ونقدر نكافح المرض، وبضمنها أيضا أدوات التعفير والتعقيم، يعني حسبنا حساب أنه تعقيم المحافظة كاملة، ورفعناها بكتاب رسمي إلى لجنة المشتريات واستقبلوها، وحاليا دي يشترون هم ودي يجيبون اياها على شكل دفعات. بالنسبه للاقسام الاخرى والمستشفيات الاخرى، طبعا كل مستشفى يكتب الاحتياج ويبعثها ضمن المبلغ المخصص. فالمبلغ حاليا دي يشتروه الدائره ودي يوزعوه حسب الاحتياج اللي قدم من قبل اي مؤسسه تمت. بالنسبه للكتات نفس لا لا، الكتات احنا ما مصلح، لا لا الكتات ما مصلحيتنا نشتريها. لعلم الساده المشاهدين انه عندنا جهازين موجودين، واحد في مختبر الصحه العامه تبرع به احد النواب، والاخر ايضا تبرعوا به الساده النواب في مستشفى ابن الاثير، موجودين. نعم. كوادرنا موجوده. بالبدايه انا بخليت الازمه قلت مع كل احترامي للكوادر انه يجب ان تذهب الى بغداد للتمرين، لأن احنا ما صار كورونا قبل، نحتاج انه يتدربون على هذا الشيء، وفعلا راحوا
وبتدخل طبعا من المدير العام بالبدايه ما وافقوا الوزاره، قالوا لا، وهم محقين بهذا الشيء، قالوا احنا مخلين جدول للمناطق الاكثر اصابات، انتم ما عندكم اصابات فخليناكم بالاخير. بتدخل من السيد المدير العام والسيد المحافظ قدرنا نحصل موعد استثنائي، فراحوا جماعتنا تدربوا واخذوا بها شهاده ورجعوا. لكن احنا طلبنا منهم اثناء وجود اطبائنا هناك، طلبنا من الوزاره تزويدنا بكتات الفحص او محاليل الفحص حتى نبدي نبلش خلاص كادرنا تمرن واجهزه عندنا. طيب شنو العذر يعني؟ شنو سبب التاخير يعني؟ التاخير يقولون انتم بما انه ما عندكم اصابات احنا ننطي للمحافظات اللي بيها اصابات، يعني لا يخلونا نشتري ولا ينطونا. فطيب شلون يشتغل الجهاز؟ على فكره هذا المصدر ماله احنا ما نقدر نشتري منه السوق، لان مصدر لازم يكون دقيق جدا. المصدر هو WHO منظمة الصحة العالمية، معتمد لازم معتمد اللي هو نسبة الدقة ماله تقريبا 99%. يعني مو اشتري كت مثل ما جابوا احد المتبرعين، جاب لنا صيني حتى المي يطلع بوزيتيف، هذا شلون نعتمد عليه؟ اكيد لا ما نعتمد عليه. فاحنا لازم يكون من مصدر الوزارة، لازم السادة النواب يمارسون ضغوطات، هم سنواب الموصل هذا وقتهم، انتم تريدون مدينتكم لازم. وتريدون من يدخلون الوافدين ويدخلون اخواننا العالقين تكون نحافظ على كرامتهم وما نخليهم باماكن يعني نزيد التعب عليهم، اسعونا بها. احنا نماذج الفحص يسمونها الفي تي ام عندنا، جبنا احنا من الكركوك، جبنا من البصره، حصلنا من منظمات عندنا موجوده ما شاء الله، احنا هاي ما عندنا بها مشكله، عندنا مشكله بس بالمحاليل وكادر مدرب. فاللي سمعت اتصور انه في وفد من وزاره الصحه راح يجي للموصل، اتصور بكره راح يكون موجود حتى يطلع على اجهزه يطمئنون من انفسهم، وهذا حقهم طبعا. واذا شافوها اوكي يعني ممكن انه يزودونه بالكتات. لكن انا اريد بس انه نواب الموصل يكون لهم دور، هم دورهم وفروا ونشكرهم طبعا. هم وفروا لازم يكملون، لازم نعم يكملون المرحله الثانيه، انه يتساءلون من وزير الصحة، من لجنة الصحة والبيئة اللي موجودة بالبرلمان، شنو اللي مانع انه هي متوفرة ببغداد؟ هي متوفرة طبعا، بغداد ياخذوها عن طريق منظمة الصحة العالمية. وتنطي حصة المحافظات بها. طيب انا ليش استحقاق هذا؟ انا ليش اخذها وابقي الناس يومين وادزها لبغداد؟ اخسر لي سيارة اسعاف، اخسر لي منتسبين يروحون ويرجعون وإفاد واستنزف اموال، وليش وهي موجودة هنا يمي بساعتين تطلع؟ اسوة بالمحافظات القريبة، يعني ليش اربيل يسوي باربيل؟ أربيل هدوم أربيل طبعا أربيل ما يبعثوا. نعم ليش أربيل يسوي بأربيل؟ إحنا قبل فترة سمعنا قالوا وصلت وراح تصل لأربيل وراح تيجي للموصل. لا هم وصلوا لأربيل، لكن أمانة يعني دائرة الصحة أربيل أو وزارة الصحة بأربيل متعاونين معنا. يعني هم ما يمانعون إذا نبعث فحوصات، ما يمانعون. لكن هذا الإجراء إحنا ما نقدر نتخذه، لازم عن طريق الوزارة مركزية طبعا. مركزية تصير إذا يقولون بمكان ما تجيبون الفحص البغداد هم نقبل. نعم ودوا الأربيل ساعة زمان، أنت وين ساعة وين ست ساعات؟ أكيد نعم طبعا أكيد. بس قلت لك هذا مو يعني مو إحنا نقدر نقرر هذا الشيء، لازم وزارة الصحة تقرر هذا الشيء. هذا دور الأخوان البرلمانيين أنه نناشدهم من خلال قناتكم، القناة الشعبية الأولى بالموصل، أنه يكملون جميلهم ويجيبون محاليل الفحص وشوفوا شلون الأمور راح تمشي بصورة وبسلاسة وبسلامة أكثر على المحافظة. خلية الأزمة البرلمانية دكتور تزور محافظات، يوم أمس كانوا بالأقليم في أربيل، لحد الآن ما زاروا الموصل. أتوقع بكرة يجونا، أنا سمعت هيك كلام. لا. يعني راح يجونا أكيد، بس أتوقع يعني خلال هذا الأسبوع. بغض النظر أنه عندنا إصابات أو ما عندنا إصابات، ولكن عندنا متضررين من كورونا. نعم صح صحيح هذا الكلام. نتحدث عن رفع الجزئي للحظر. نعم هل أنتم متخوفون من هذا الموضوع؟ أنت مع رفع الحظر وضد رفع الحظر؟ نعم أنا عرفني وحتى المحافظة كلها تعرفني. أنا ضد ضد ضد، شوف قلت لك ثلاث مرات ضد، نهائي ما أقبل يرفع الحظر. رأيي الشخصي طبعا. ورأيي كمدير قسم الصحة العامة. أنه ما يرفع الحظر. ليش ما يرفع الحظر؟ لأن هسه أنت حظرتك ممكن، أنا سجيت من وصلت جيت القناتكم مقر القناة، جيت بصعوبة ما شاء الله، سيارات ما شاء الله، الأسواق، يعني هو أصلا مرفوع جزئي، أصلا هو مرفوع جزئي. فإحنا إذا نعطيهم جزئي بعد راح يصير كلي وتكتظ. بس نقطة يعني أنا أعذرهم، أعذر مجلس خلية الأزمة
اللي بالمحافظة أعذرهم لينظرون بجانب إنساني، وهذا الشيء صحيح. وزارة الصحة أعطت الضوء الأخضر. نعم، وزارة الصحة بتصريح متلفز للسيد وزير الصحة المحترم أنه محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين بما أنه ما سجلت إصابات فعلا أو سجلت بس قليلة جدا، يعني إحنا عندنا واحد، صلاح الدين عندهم اثنين، الأنبار عندهم اثنين. فإحنا أقل محافظات الحمد لله والشكر، الحمد لله. بالعراق كلهم مسجلين ووضعنا مستقرون إن شاء الله جميع العراق. هو ده تقلل الإصابات على فكرة اليوم، الإصابات العفو مال اليوم بعد ما طلعت مال بكرة إلا المبارح الجمعة 49 إصابة بعد ما كانت 200 و300. بدت بالتدريج تقل وراح الأسبوع الماضي حتى وصلنا 15 يعني. نعم، يوم الخميس كان 15. نعم، الجمعة لا شوية ارتفع بس في طور النزول، يعني أنا أتصور حسب رأيي أنه مسيطر عليه وماكو مشكلة. فالسيد الوزير قال بما أنه هذا الأعداد عندكم قليلة ممكن ترفعوه جزئي بشرط أن المحافظة تبقى مغلقة، وأنا قلت بحضرتك هذا الكلام إذا تتذكر، ممكن المشاهدين يتابعون حلقة سابقة من برنامج على طاولة الحوار، أنا ذكرت هذا الكلام أنه في حالة بقاء المحافظة مغلقة ممكن نرفع جزئيا، ماكو مشكلة، مسيطرين إحنا، لأن الفيروس سادة المشاهدين الأعزاء الفيروس ما موجود عند أهل الموصل، عند أهل نينوى لا يوجد فيروس، وإلا كان ظهر. هاي قد صار لنا إحنا، كان ظهر، كان الحالات اللي تجينا كلها نبعثها تطلع سالبة. الحالتين اللي ثبتت، الحالة الأولى اجتنا من بغداد، والحالة الثانية اجتنا من السعودية. إذن الموصل خالية. نعم دكتور، من ضمن التعليمات رفع الحظر منع التجمعات، أنتوا كيف راح تقدرون تعالجون هذا الوضع؟ لأن حتما راح تصير تجمعات يعني. نعم، هو بما أنه يعني اتخذ القرار أنه في الرفع الجزئي فأنطينا رأينا، واحد من الآراء يعني أنا قلت لهم أنه لازم تكون مسافة أكثر من متر بين شخص وشخص في المول، ولازم عند الكاشير في علامات يخلي علامة أنه هذا يبعد أنت هذا الخط أو هذا الخط. فعلا أوروبا طبقوا، لازم نطبق هيك يعني، ممكن هذا تطبيقه، أنا ما أعرف إذا ممكن ولا لا. زي مفارس طبية دوركم انتم. ما مفارسنا موجودة الرقابة الصحية مالتنا تطلع، لكن قلت لك إنه تغطي الموصل صعب. صعب أنا. وبعد ما يعرفون إنه هذا الرفع الجزئي تصور كم الازدحام، يعني هسه ماكو رفع. مقبلين على رمضان. بالضبط ماكو رفع، وشوف أنت شوف يعني حضرتك ممكن تشوف الأسواق شون مزدحمة. نعم. فإحنا حرصاً عليهم خوفاً عليهم، إذا بس العمال يطلعون ويشتغلون عمال بناء ماكو مشكلة عليهم. ما يتجمعون التجمعات على فكرة، التجمع شنو؟ أنه مو أكثر من 10 أشخاص. نعم. هذا التجمع يعتبر أقل من 10 أشخاص، ماكو مشكلة، وبتباعد بيناتهم ولبس الكمامة والكفوف ماكو مشكلة، فهذول هم رزقهم يطلعون يشتغلون، يصير ماكو مشكلة العمال وهاي. لكن أنا المشكلة مو يم العمال، المشكلة يم الناس اللي تطلع، يعني أكو واحد ضايج ما عنده شغل وطلع يتمشى بالشارع وصار واللاخجة إيش قد صارت لك. نعم. ازدحامات لا سمح الله، يجوز واحد حامل الفيروس عطس سوى لي مشكلة. نعم. هي هاي التخوف من اللي قلت لي شنو رأيك؟ رأيي إنه لا، يبقى الحظر كما هو الأفضل، ومع سد المنافذ كما هو، وممكن تقييمه كل أسبوع حسب الحالات. إذا أخوانا اللي طلعوا 59 ما بيهم شيء إن شاء الله، وضع الموصل جيد، ممكن إنه رفع جزئي تدريجي ممكن. نعم، اسمح لي أخذ فاصل دكتور، مشاهدينا الأعزاء فاصل ومن ثم نعود إليكم مرة أخرى. أهلا بكم من جديد دكتور، نتحدث عن عمل الكوادر الطبية، أنت كمدير قسم الصحة العامة كيف تقيم عمل الكوادر الطبية في الأقضية والنواحي في المنافذ الحدودية في المستشفيات في ظل هذه الظروف؟ نعم طبعا، دائما الظروف الصعبة تفرق معادن الرجال. نعم. يعني بالأوقات العادية ما يبين، يعني يشتغل هو مثله مثل غيره ما يبين، وبوقت الشدة يظهر معدن الرجال، يظهرون الرجال، لأن الرجال هم مواقف. أكيد. موقف يظهر وينذكر، موقف سلبي ينذكر، موقف إيجابي ينذكر. إحنا مفارزنا الموجودة بكافة القطاعات، إحنا عندنا 11 قطاع، يعني هذول مو منتسبين أعتبرهم، أنا أعتبرهم أبطال، وأبطال الخط الصد الأول، يعني خلي يعرفوهم الأخوان المشاهدين، يعني يحتكون ويا الوافد، يحتكون ويا العوائل العالقة اللي تدخل، ما يعرف، ويا العسكريين يفحصوهم يومية، ما يعرف هذا مصاب ما مصاب، إذا مصاب ممكن ينعدي، ممكن خطورة على عائلته. نعم. هاي كلها ما يفكر بيها،
يؤدي الواجب. وإضافة إلى المفارز من نبعثهم حجر منزلي، يعني كأنما هذا منزله هو، يعني حرص. والله العظيم يعني ممكن هذه التجربة نصدرها إلى غير محافظات، يعني شعور بالمسؤولية. والله عندهم شعور بالمسؤولية عالي، وما عندهم نقطة مهمة اللي هي لا أبالية، ما عندهم هاي موجودة. يعني قسم واحد بدون ذكر أسماء، واحد من موجود بسيطرة العقرب، يابا أنت خلص الواجب روح، يقول لي لا أنا أبقى. علما هو عقد، حتى راتب ما يستلم. والله العظيم يعني هاي مواقف. وسيد المدير العام أنا قلت له عليه والتقى به، وحتى قلت له هذا الشخص يكرم وكرم ويستاهل تكريم، يعني شوف متطوع جاي، يعني هو أنت عقد، يعني لا موظف دائمي لا عندك راتب، واقف بالسيطرة وبهالخطورة. يعني هذا مواقف يعني الوجه المشرق. أنا قلت لك هاي المحافظة 2. لازلتم تتلقون التبرعات من الأهالي من الميسورين في المحافظة؟ نعم. عندنا بطل، أنا حتى على صفحتي بالفيسبوك نشرت اسمه، دكتور سعد سالم. هذا بطل من أبطال الموصل. لولا يعني شو أقول لك، اللي يعني أكثر من نص المواد المستلمة من مواد تعقيم، من كفوف، من كمامات، هي عن طريق التبرعات تنجمع من هذا الشخص الأمين من أهالي الموصل. أهالي الموصل اللي يرفضون ذكر أسمائهم، هذول أيضا أبطال موجودين يسندون. ولحد الآن تبرعاتهم مستمرة، لحد هاي اللحظة اللي شوية حضرتك بيها مستمرة. طبعا العلم مو مستمرة بس للقسم مالنا، مستمرة حتى للمستشفيات. ومستمرة أيضا عندنا مشكلة بالحجر أنه توفير الطعام. إحنا ما عندنا من ضمن أبواب صرف أنه نصرف الطعام، فأهل المنطقة يجيبوا لهم، المتبرعين يجيبوا لهم، إضافة إلى مستشفياتنا أيضا يجهزون بوجبة من الغذاء، لكن ما تكفي مثل ما قلت لك مرات العدد كثير. موقف مشرف جدا لأهلنا في المنصور، موقف يعني بطولي والله العظيم. رغم بساطتهم هم الناس يجمعون ويجيبون الأكل، ما خلوهم يحتاجون شيء. إضافة إلى الفرق التطوعية أيضا يجمعون تبرعات ويجيبون. يعني قلت لك هذا موقف يعني أشعر بالفخر أنا وأنت وأي مواطن عراقي يشعر بالفخر من نعم من هذا ما يحدث إلا بالعراق طبعا. والله الدول الأوروبية صار أبداً الدول الأوروبية أبداً ما عندهم هيك شيء. العراق هذا طبعاً هاي مفخرة لنا. أكيد تحياتنا لكل شخص وطني شريف ساند الكوادر الطبية وساند إخواننا المواطنين في هذه الأزمة. دكتور أيضا تحدث عن حملات التعفير، يعني هي يعني لا زالت مستمرة أم أنه لديكم خطط بتوسعون مناطق التعفير وأيضا تركزون على هذا الموضوع، لأن يعني يبدو أنه بالآونة الأخيرة شوية قلت هذه الحملات. نعم حملات التعفير بصراحة اليد الواحدة لا تصفق. أكيد. وتحت هذا المبدأ توافد أن منظمات المجتمع المدني الأبطال ساعدونا بشكل كبير، ولولاهم احنا ما نقدر نغطي نصف الموصل. نعم يعني اكون صريح وياك، لولاهم غطونا محافظة نينوى، ومحافظة ما قلت لك مدينة، محافظة نينوى والأقضية والنواحي استلموها يعني جنود أبطال هذول. والله العظيم احنا نزودهم بالمواد، قسم من المواد، حتى مو كل المواد، قسم ضمن إمكانيتنا. القسم الآخر هم يعني واحد من المنظمات يشتري خطية للكلور ويبدي بالتعفير. احنا دعمناهم بعض المرشات، دعمناهم بمواد التعقيم، شرحنا لهم آلية التعقيم. يعني انت مو يجي شلون يعفر، يجي طريقة علمية. طبعا طريقة علمية شرحنا لهم، وبالمتر المكعب شلون، والأماكن وين اللي يعفروها. سوينا لهم محاضرة واستوعبوها، وبعثنا مشرفين من عندنا من القسم حتى نشوف شغلهم. ما شاء الله محترفين، يعني ما شاء الله عليهم. فغطونا الأيمن والأيسر. لكن التعفير أستاذ نقطة مهمة، أنه هذا يجب أن يجري كل 5 أيام. يعني أنت مو عفرت منطقة ممكن الفيروس بعد 5 أيام يكون موجود بهذا المكان، لازم نعيدها. فإحنا مستمرين بهذا، وعندنا خارطة موجودة بالقسم المحافظة نينوى نأشر عليها بالألوان أنه هذا الحي يتعفر، حتى لا يصير تضارب، تجي غير منظمة تعفر نفسها، حتى الجهود تتوزع على جميع المحافظة. ما مدى دعم الدوائر الحكومية الأخرى لكم في هذه الأزمة؟ نعم لا يوجد دعم من بقية الدوائر للأسف الشديد. واحد من هذه الدوائر وزارة التعليم العالي، الجامعة وبالأخص جامعة الموصل، طلبنا منهم الأقسام الداخلية. ليش طلبنا الأقسام الداخلية؟ لأن بالأقسام الداخلية موجودة بداخل الجامعة، وموجود مركز صحي تابع لنا، مركز صحي الجامعة، مكان معزول.
وبي مكان لل نقدر نقسمه للنساء وللرجال. فهذا يصلح 100% كحجر. رئيس الجامعة السيد رئيس الجامعة رفض، أنا ما أعرف ليش رفض، علما أنه تم طلب من السيد رئيس الجامعة من قبل السيد المحافظ شخصيا، الرجل طلبها، لكن اعتذر أنه ممكن هاي، حتى أنا قلت لهم يعني ممكن التعفير علي يبقى، يعني أعفر لك إياها حتى بعد بعد ما تنتهي الأزمة إن شاء الله، ما أخلي ولا طالب يداوم إذا ما تجي نأخذ مسحات منها، إذا لقيت فيروس واحد أعتب علي أعفر لك إياها من فيروس. يعني سمعت أنه يعني هاي الأقسام الداخلية تعود البنات وعندهم لحد الآن أمتعتهم هي موجودة، يعني إيه ممكن تشكيل لجنة مو موقف هاي البناية، البناية الثانية الثالثة ما معقولة كلها بيها، ممكن تشكيل لجنة حفظ هذه الأمتعة بمكان واحد وتفريغ البنايات الأخرى، يعني هذا مو عذر. وإحنا بحرب، إذا أنت ما توقف ويا أهلك إيش وقت توقف؟ ويجون نفس الأشخاص يكتبوا لك بالفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي، والله دول ليش ما خليتهم حجر عام، ليش حجر منزلي؟ إذا أنت ما تقبل توفر لهم حجر، تجي هسة تعال أصواتك تعالوا وفروا لهم وتبدي تعترض. إذا ما تقدر لا تعترض، أنت طلبت منك المساعدة وما ساعدتني، خليتني بوحدي بالمعركة، خلاص لا تعترض. تريد نشتغل فريق واحد، أنت يجوز عندك أسبابك، أنا ما أريد يعني أظلمك، ممكن أنت تكون صح، ممكن تكون صح، لكن أطلع وأوضح للناس شنو سبب رفضك، يعني جهة اللي خليت توضح للسادة المشاهدين ليش رفض. أنتوا دكتور أنتوا مو وحدكم بالمعركة، أكيد كثيرين، يعني أعتبر القوات الأمنية اللي بالشارع هم وياكم بالمعركة، أكيد 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 أبدا ما نكر، الإعلام وياكم بالمعركة، كل وياكم بالمعركة. طبعا دور القوات الأمنية دور مو يعني ما نستغربوا، لأن هو هم هذول الأبطال، هم أبطالنا هذول، إذا هم مو هذا موقفهم فهذول مو هم، هذول هم أبطالنا. الإعلام معروف عنه، ما يحتاج يعني أصلا نذكره، لولا الإعلام ونصائح ما كان الناس تلتزم وتتوقع أكثر. طبعا هذا أنا أحكي على البعض، يعني البعض يعني خلي لازم واحد يذكرها، يعني دائما أحكي لك بصراحة وشفافية، يعني حتى نقول مثلا ما أبخس دور الدفاع المدني أنه بالمرشات مالتهم وقاموا، هذا ما طبعا هذا ما دور البلدية، النفايات كلها فيروسات متعرضة للخطورة، طبعا طبعا هذا ما نكر إحنا الأدوار، لكن البعض بين قوسين البعض، مع احترامي جل احترامي لهم، يجوز هم قلت لك يجوز هم أسبابهم يعني مقنعة وأسبابهم لهم أسبابهم، بس أنا أطلب يوضحون ليش، يعني ليش أنت ما تنطيني قسم داخلي اللي هو مثالي، يعني باقي المحافظات كلها تعاونوا، ليش عدنا بالموصل؟ لا أنا ما أعرف، يعني أريد إجابة يجاوبونا على هذا ويجاوبون أمام السادة المشاهدين. نعم هذا سؤال مطروح لهم. أعداد المصابين في العراق بدأت بالانخفاض خلال الفترة الماضية، يعني هل هذا مؤشر أنه راح نتجاوز الأزمة قريبا إن شاء الله؟ نعم هذا مؤشر. البحوث تقول أنه درجة الحرارة 30 البروتين اللي بالغلاف الخارجي للفيروس يموت بالثلاثين درجة، والبروتين الآخر بالنواة لا، ما يعني ما أكو مشكلة، لأن الفيروس لا يستطيع العيش إلا بداخل جسم حي. نعم. مو مثل البكتيريا. زين هسه حاليا بالبصرة مو عبر 30، شو البصرة حتى البارحة 15 صار عندنا. بالضبط، ليش؟ لوجود وافدين. وافدين. نعم. الآن الوافدين موجودين. طبعا أنا على اتصال مع أصدقائي الموجودين بالباقي المحافظات إنه مستمر دخول الوافدين. نعم. لو لا وافدين منين يجي الفيروس؟ صح، وبيجي درجة حرارة مستحيل يبقى فيروس، بس أنت من يجيك هو شخص حامل الفيروس، لأنه يعيش بداخل الجسم الحي الكائن الحي. نعم. يعني إذا على سطح هذا ونخلي سبلت مثلاً 30، نخلي 35 مثلاً، يعني خلال ساعات يموت الفيروس ما يبقى. نعم. لأن لازم يعيش بداخل الكائن حي. نتحدث عن المراكز الصحية والمستشفيات في الأقضية والنواحي وداخل الموصل أيضاً، كيف كان أداؤهم يعني خلال الفترة؟ بالنسبة للمراكز الصحية بصفتي مسؤول عن المراكز الصحية، المراكز الصحية ما انقطعوا، مستمرين بدوامهم، مستمرين باستقبال الحالات، مستمرين بالعلاج ضمن الإمكانيات اللي عندهم، وكل مركز صحي نسجل حالة حجر يبلغ هذا المركز، لأن دورهم يبدون يطلعون فرق على هذا، الفرق متابعة وفرق تثقيف صحي، فدورهم بكافة القطاعات اللي هي 11 قطاع، دور مشهود ودور متعب جدا، لأن أولا يتابع قلت لك الحجر المنزلي، ودور منهم نأخذ من عندهم أفراد إلى المفارز اللي موجودة بالسيطرات، لأن هاي لازم على كل القطاعات حتى يساهمون بيها.
نرجع لخلية الأزمة، بما أنه أنت عضو في خلية الأزمة، المرحلة المقبلة يعني شنو مقترحاتكم؟ شلون راح تتعاملون مع المرحلة المقبلة؟ هي مرحلة مهمة جدا أنه أنت تتجاوز الأزمة إن شاء الله، وعليك أن تضع بعض الخطط اللي تتلائم مع الواقع اللي موجود. نعم إن شاء الله. قلت لك يعني خلال هذا الأسبوع راح تظهر النتائج مع الأخوان المعتمرين الثانية. الأولى سلبية، على فكرة علميا من تطلع النتائج السلبية ماكو داعي لإعادة فحصها، لكن احنا لزيادة الحرص عليهم على أهلنا لا نعيدها مرة ثانية. نعم للتأكيد، وأيضا للشخص المصاب إن شاء الله اليوم تطلع النتيجة التأكيدية اللي بعثناها لأخواننا ببغداد. على يعني ما أقدر أقول لك شو كنت أنا أمشي على الأرض الواقع شنو اللي راح يصير على ضوء أتخذ إجراء. يعني هي مثلا مثل مباراة مع كرة قدم، أنت الفريق الخصم إذا متكتل دفاعي لازم تعرف شو تسوي، إذا ده يهاجمك لازم تعرف شو تسوي. فإحنا لازم نعرف وضعنا شنو. بس قلت لك إحنا وضعنا وعلى لسان السيد الوزير الموصل والأنبار وصلاح الدين وضعها مطمئن جدا. الحمد لله والشكر. فبما أن الوضع مطمئن إحنا نتوقع الوضع في تحسن مستمر، ويعني احتمال هناك قرارات تتخذها خلية الأزمة على ضوء هذه النتائج. نعم. هناك موضوع مهم، بعض الدول دول الجوار يمكن لجأوا لها، موضوع المسح الميداني يعني في المناطق في الأحياء، يعني هل لديكم خطط في هذا الجانب؟ يعني نعم أنا الخطة أكملتها قبل أسبوعين. نعم. أنه راح أبدي بمسح ميداني مهم جدا. نعم اختاريت منطقة الرشيدية. نعم. وراح يكون المسح للمدنيين والعسكريين. نعم. هذا يسموه المسح الإيجابي أو طور الهجوم. أنا مو أنتظر يجيني مريض، أنا أروح للمريض. يعني هسه أنتم بديتوا بالهجوم، راح تبدوا لو بعد ما عديت الخطة قبل أسبوعين المفروض أبدأها. راح 4-4-2 خطة هجومية طبعاً. راح نبدي نزيد الكثافة الهجومية. المشكلة شنو اللي واجهتني؟ عدم وجود محاليل الفحص. مشكلة. وبغداد رفضوا هذا الإجراء اللي أنا مستعد إنه أبدي به. يعني تحتاج لك كتات بالحالة؟ طبعاً الكتات من بغداد، بغداد رفضوا. لأن عادتها أنا راح أبعث لهم مثلاً 200 فحص. نعم. ما يقدرون يسوون هذا الشيء لأنهم يجمعون مع كل العراق. نعم. باستثناء النجف والإقليم، هذولا مركزي يعني كل واحد محافظته، باقي المحافظات عليهم هم محقين بهذا الشيء. طيب وفروا لي كتات حتى أبدي مسح حتى ما نخلص الناس. جداً يعني خطير الناس، ليش تبقى تنتظر؟ نكتشف إذا اكتشفنا، وعلى فكرة هاي الحالة اللي اكتشفناها إحنا اكتشفناها لأنه هو ما حكى الولد. نعم. ما قال أنا عندي إصابة المعتمر. نعم. إحنا اكتشفناها، فهي حالة صحيحة. أكيد. احنا مو زين نكتشفها احسن ما يروح وينتشر بالعالم ويسوي لنا مشكله. نعم فعلا. فاكتشاف الحالات حاله صحيه وليس حاله سلبيه وحاله مقلقه، والهلع اللي صار ماكو داعي. نعم. فان شاء الله اذا توفرت، وانا اتصور يعني وعدوني بعض المسؤولين مشكورين طبعا، سيد النائب شروان الدبرداني وعدنا انه ان شاء الله تتوفر خلال هذا الاسبوع. نعم. اذا توفرت ان شاء الله خلص انا يعني من تتوفر قبل ابدي بالمسح. قلت لك انا محدد المنطقه. نعم. اخلصها ابدي بالايمن ايضا اخذ لي منطقه. ليش اختاريت الرشيديه؟ مهم جدا. نعم. نعم منطقه مفتوحه خلينا نقول. نعم. بيها وافدين كثار يجون، فهذه المنطقه اخلصها اروح لغير منطقه بالايمن واروح بالايسر الى ان اصفي الموصل. يعني انا انطيني مجال يعني 20 يوم اصفي لك محافظه اثنين وخلص، اقول لك المحافظه حتى يعني كم ما نلبس كفوف ما نلبس ان شاء الله. ان شاء الله اذا اذا إن شاء الله. اذا انطوني الدعم نتمنى. يعني هاي رساله لكل نواب الموصل ان شاء الله. طبعا موضوع مهم جدا موضوع المسح الميداني. نعم انطوني الكتات. نعم انطوني الدعم، هم ما مقصرين امانه. يعني البارحة انا حكيت هذا الكلام خليت الازمه قلت لهم اذا تنطوني المجال اشتغل، قالوا لي ان كل الصلاحيات لك كل المجال لك كصحه. نعم. كقسم الصحه العامه وبالاضافه الى اخواني. يعني انا ما يصير احكي بس عن نفسي، انا يعني وياي ابطال ايضا موجودين. اكيد المستشفيات، مستشفى الشفاء، مستشفى السلام، احنا كنا فريق واحد نشتغل. نعم. الاداره اللي موجوده بالصحه. نعم دكتور، كنا فريق واحد. وقت البرنامج انتهى، رساله اخيره توجهها لمواطني محافظه نينوى. الى اهلي في محافظه نينوى، ارجوكم الحظر جزئي راح يكون، وانتم اصلا مسوي جزئي من يمكم ما شاء الله عليكم. يعني انتم اصلا جزئي وراح يصير جزئي بعد، راح يصير اكثر من جزئي يعني. نعم. شبه كامل. ارجوكم التزموا بالتعليمات. التعليمات هي لبس الكمامات، لبس الكفوف،
لا تخرجون إلا للضرورة، يعني أنت ضايج مو ضايج وتطلع، هي مو مكان تنزه. أخوان أرجوكم التزموا مناطق التبضع. عندي نقطتين مهمة، لا تأخذ طفل أقل من 5 سنوات، لا تأخذ رجل أكثر من 60 سنة، لأن هذول الأفضل يبقون بالمنزلين. هذول ليش اختارت هذول؟ لأن هذول معرضين للخطورة. أخلي مسافة أكثر من متر بين شخص وشخص، وأيضا السلام يكون سلام شفوي دون التصافح أو التقبيل، يعني نبتعد عنها، وأمشي نبتعد عن التجمعات، وإن شاء الله بردا وسلاما، مو بس على الموصل، على العراق جميع يا الله، وعلى الإنسانية كلها، مو بس العراق، إن شاء الله جميع العالم بكل فئاته بكل ما عدنا، إحنا ننظرهم كإنسانية كبشر، إن شاء الله الكل ما عدهم أي شيء، وسلامتكم ومواعدكم إلا العافية إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى لكم التوفيق دكتور. مشاهدينا الأعزاء، في ختام حلقة هذا اليوم لا أنسى أن أتقدم بشكر جزيل إلى الدكتور محمد إسماعيل خليل، مدير قسم الصحة العامة في دار الصحة نينوى، وشكرا جزيلا لتواجدك. ألتقيكم في حلقة أخرى، إلى اللقاء.